بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا اليوم في دروس الكهرباء. اليوم راح نتحدث على تجميع المكثفات. إذا احنا عندنا نوعين من التجميع. التجميع الأول هو وضع المكثفات على التسلسل، والتجميع الثاني هو وضعها على التفرع أو التوازن. إذا نبدأ بالحالة الأولى اللي هي جمع المكثفات على التسلسل. إذا على التسلسل، إذا نديو ثلاث مكثفات اللي هي سي واحد سي اثنين وسي ثلاثة. توتر كل واحدة فيهم هو اي واحد اي اثنين اي ثلاثة، وهما مربوطين على التسلسل. إذا كيجمعوهم مع بعض راح تحصلوا على مكثفة مكافئة اللي هي سي، والتوتر تاعها هو يو ا بي. إذا بنلقاو العلاقة بين سي و سي واحد سي اثنين وسي ثلاثة و يو ا بي و اي واحد و اي اثنين و اي ثلاثة. راح نطبقوا قانون جمع التوترات اللي هو التوتر بين النقطتين ا و ب، اذا U A B يساوي U واحد زائد U اثنين زائد U ثلاثة. هذه الحالة الأولى. وكما على بالنا أيضا أن شحنة المكثفة C واحد هي نفسها شحنة المكثفة C اثنين، وهي نفسها شحنة المكثفة C ثلاثة. هذا خاصية الربط على التسلسل، هي الشحنة تكون نفسها. إذا الشحنة المكثفة سي اللي هي كي، قلنا هي نفسها كي واحد، هي نفسها كي اثنين، وهي نفسها كي ثلاثة. إذا هذه الحالة الثانية. وكما على بالنا أيضا أن العلاقة بين الشحنة والتوتر الكهربائي هي كي يساوي سعة المكثفة سي في التوتر U. إذا من هنا نستنتجو U. إذا U يساوي Q على C. إذا كنا نعوضها في العلاقة هذه اللي نسميها العلاقة رقم واحد، راح نلقاو U A B اللي هو Q على C يساوي U1 اللي هو Q1 على C1 زائد Q2 على C2 زائد Q3 على C3. وقلنا Q هي نفسها Q1 والQ2 والQ3. إذا نقدروا نختزلوها، إذا Q تروح مع Q1 والQ2 والQ3، إذا تبقى لنا واحد على C يساوي واحد على C1 زائد واحد على C2 زائد واحد على C3. هذا هو قانون جمع المكثفات على التسلسل. يقول لنا النص تاعه هو مقلوب المكثفة، مقلوب سعة المكثفة المكافئة يساوي مجموع مقلوب سعات المكثفات المربوطة على التسلسل. أي واحد على C هو واحد على C1 زائد واحد على C2 زائد واحد على C3 زائد واحد على Cn، حيث n من الواحد حتى الملن. إذن هذا فيما يخص الربط على التسلسل. إذن في الربط على التسلسل نديو بعض الملاحظات. إذن في حالة الربط على التسلسل سعة المكثفة المكافئة تكون ضعيفة. إذن سعة المكثفة المكافئة ضعيفة. إذن هذه الملاحظة رقم واحد. الملاحظة رقم اثنين، التوتر اللي استخدموه في السعة المكافئة يكون
أكبر من توتر الذي تتحمله كل مكثفة على حدة. إذن كتبوا الربط على التسلسل يسمح باستخدام، إذن هذه ميزة، باستخدام توتر أعلى من التوتر الذي تتحمله كل مكثفة على حدة. والدليل على ذلك هو قانون جمع التوترات. هذا إذن هو التوتر اللي استخدموه في حالة السعة المكافئة، هو مجموع التوترات تاع كل مكثفة على حدة. إذن راح يكون كبير، إذن الـ EA راح صغير بالنسبة لـ EAB. إذن هذا فيما يخص الربط على التسلسل. إذا نروحوا للنوع الثاني من الربط، هو الربط على التفرع. وعندنا الشكل هذا، في الربط على التفرع يكون عندنا عقدة لتلاقى فيه كامل المكثفات، المكثفات يكونوا مربوطين على التوازي. إذن كي نجمعهم راح تحصلوا على مكثفة مكافئة اللي هي المكثفة C. إذا في الحالة هذه راح استخدموا مجموع الشحنات في الحالة هذه. إذن عندنا الشحنة Q1، الشحنة Q2، والشحنة Q3. وهنا الشحنة المكافئة تاع مجموع الشحنات الثلاثة، إذن هي Q يساوي Q1 زائد Q2 زائد Q3. ما نقدروش نقولوا Q يساوي Q1 يساوي Q2 يساوي Q3. إذن هذا في الحالة الأولى، في حالة الربط على التسلسل. هنا في حالة الربط على التفرع، الشحنة راح تتوزع وتنقسم بين المكثفات الثلاث. أما التوتر بين طرفي كل مكثفة راح يكون نفسه، لأن طرفي كل مكثفات راح يكون نفسه. إذن EAB يساوي E1 ويساوي E2 ويساوي E3. وكما قلنا من قبل هو الشحنة Q، إذن الشحنة Q هي نفسها السعة C في التوتر E. إذن كي نعوضه في العلاقة رقم 1 هذه، إذن راح تحصلوا على C في E الحالة هذه EAB يساوي C1 في E1 زائد C2 في E2 زائد C3 في E3. وقلنا E1 يساوي E2 ويساوي E3، إذا خرجوا ويساوي EAB، إذا هي C1 زائد C2 زائد C3، يخرجوا EAB كعامل مشترك. إذا نختزله يبقى لنا C يساوي، إذن في حالة الجمع التوترات أو المكثفات عفوا على التوازي، تكون C يساوي C1 زائد C2 زائد C3. إذن هذا هو قانون جمع المكثفات على التفرع أو التوازي. إذن النص تاعو هو سعة المكثفة المكافئة ومجموع سعة كل مكثفة موجودة، أو مجموع المكثفات المربوطة على التوازي. إذن نديو بعض ملاحظات. في حالة جمع المكثفات على التفرع، هذا الجمع يجعل المكثفة كبيرة، ماشي كما في الجمع على التسلسل. إذن في الحالة هذه تكون مكثفة تكون كبيرة، لأنها مجموع كل المكثفات الموجودة في الدائرة. إذن يجعل المكثفة أو سعة، عفوا سعة المكثفة المكافئة كبيرة. في الحالة هذه التوتر اللي راح تستخدموه في السعة المكثفة راح يكون ضعيف،
وبالتالي نكتبوا يسمح باستخدام توتر ضعيف للحصول على سعة أو شحنة كبيرة لا توفرها كل مكثفة على حدة. إذن هذا فيما يخص جمع المكثفات، وشكرا.